الوضعية الأخيرة اش اللي تتقول لنا؟ تتقول لنا قررت حياة الزواج من رضا بدون مهر لأنها غنية، حيت هي لبس عليه لبس عليها، قالت لي ما عندي ما ندير بالمهر. عادي تقولوا لي بطبيعة الحال أن الحكم الشرعي غير جائز. لماذا؟ لأن الصداق من أركان الزواج، لأن الصداق من أركان الزواج. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، دمتم في رعاية الله والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.